نرفع روسنا وروسكم بالمنجز، ما نوطخ راس لأحد. اللي يلعب بأمن هاي المحافظات ويلعب باستقرارها إلا أكسر ظهره. قرار سياسي يهز العراق في خبر مفاجئ قد يمهد لصراع جديد. المحكمة الاتحادية العليا تقرر إقالة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. الحلبوسي يغادر مبنى مجلس النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضويته. نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14 من نوفمبر عام 2023 بالدعوى المرفوعة من قبل النائب السابق ليث الدليمي، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 من نوفمبر 2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات. يذكر أن محمد الحلبوسي قد زور وثائق رسمية أدت إلى إقالة النائب ليث الدليمي، حيث قام بإجباره على التوقيع على ورقة فارغة ليمارس على نوابه الضغوط متى أراد، حيث دامت بينهم معركة قضائية طويلة دامت لأشهر أدت إلى إنهاء مسيرته السياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا. وصرح مراقبون أن قرار المحكمة لم يخلو من تدخلات خفية من قبل الإطار وعلى رأسهم زعيم دولة القانون نور المالكي، حيث هناك صراع خفي بينه وبين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ماذا بعد هذا القرار المفاجئ؟ وما البديل؟ ومن سيكون خليفة الحلبوسي لزعامة المكون السني في الحكومة العراقية؟